بس الشي الوحيد اللي قهرني وجع لي قلبي يوم اللي صدفته لوسيم. كنت كتير مشتاقت له، مشتاقة أسلم عليه. ما فهمت ليش كان آخذ قرار ما يحاكيني. ويمكن فهمت، وسيم كان قطعة من روحي. بحياتي ما كنت فكر أني يأذي. شو أعمل؟ بيقولوا الدنيا كيمياء، مو ذنبي. هيك الحياة بالنهاية، قد ما تكون أحزاننا وأفراحنا بتستمر وبتتركنا لذكرياتنا.